يستقبل اليوم فريق الاتحاد المنستيري نظيري النادي صفاقس الرياضي على الملعب استاد مصطفى بن جنات في الجولة 14 والأخيرة من الدوري التونسي. لكي تشاهد المباراة مالك فضل الله تطبيق زر واشتراك بقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في تم الساعة 4:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 3:30 بتوقيت غرينيت. وسوف تنقل بعد المباراة على الموقع الرسمي لفريق الاتحاد المنستيري الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز الفريق الاتحاد المنستيري المصنف مباراة اليوم أو فريق النادي صفاقس الرياضي الضيف في مباراة اليوم؟